هنعمل اول وصفه في الحلقه النهارده مع بعض، الفراخ المشويه بالباربيكيو صوص. حلوه قوي قوي وسهله، مكوناتها بسيطه، هتدخل الفرن وتتشوي، جنبيها بقى اي خضار، رز، مكرونه، هتبقي خلصتي الغدا. طعمها لذيذ وحلو قوي. ايه بقى القصه؟ طبعا انتوا عارفين انا بحب الاوراك، فانا معايا اوراك مخليه من العظم لكن بالجلد عادي. انتوا عايزين تستخدموا الورك كامل بالعظم مفيش مشكله، انا بحبها كده بصراحه، بتبقى ألذ في الاكل وكل واحد ياخد له الورك بتاعه من غير بقى ما يمصمص بقى ويشيل عظم ولا حاجه، بتبقى لذيذه كده وسهله. تمام. ايه بقى التتبيله؟ ملح وفلفل، معانا كوبايه من ميه البصل، مش هنقول كوبايه يعني، ممكن يكون كوبايه ده كميه كبيره. الفكره كلها في ميه البصل انها هتخدل اللحمه بتاعه الفراخ، فلو جبنا بصلايه كبيره حلوه كده وحطيناها في الكبه فرمناها حلو او بشرناها بالمبشره ورشي عليها بس كده رشه ملح واركنيها 3 4 دقائق، هتنزل ميتها خالص، نعصر طفل البصل من الميه وناخد الميه دي نحطها مع التتبيله. تمام. وطفل البصل ده ما ترميهوش، شيليه بقى في علبه او في كيس ثلاجه كده في الفريزر، وقت ما تحبي تستخدمي اي وصفه فيها بصل او حتى سلطه تطلعيه هيفك معاكي على طول في ساعتها، وتستخدميه في اي اكله. تمام. هنحتاج كمان ثوم مفروم، تقريبا فصين ثلاثه من الثوم المفروم، معانا كمان عصير ليمون، معانا معلقتين كبار من الخل، معلقه كبيره من البابريكا، معلقتين كبار من الزبادي، وكمان معانا معلقتين كبار من الباربيكيو صوص. الباربيكيو صوص مش غالي، في منه اكياس كده، الكيس يعني بيطلع لنا في الدليفري كده لما تجيبي اي حاجه، او حتى هتلاقوه في السوبر ماركت زي الصغيره، مش غاليه ابدا بس بتخلي الفراخ المشويه لذيذه بجد. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، بس كده ولا اي حاجه. هنجيب البوله الحلوه دي اهو، وعايزه احط فيها كل التتبيله. هنحط الثوم وميه البصل والزبادي، هيطريها بقى ويخليها طعمها تحفه، والبابريكا، ملح وفلفل، ملح فلفل، معلقتين كبار من الخل، عصير ليمونه كبيره كده، ومعانا الباربيكيو صوص اهو، صوص الباربيكيو، معلقتين كبار كده ولا حاجه، بس نقلب التتبيله الحلوه دي. وطبعا بقى كل ما تنقعي فيها الفراخ مده كل ما تبقى ألذ وألذ، يا مش قادره اقول لكم، بتبقى مش معقوله يعني، لو جربتيها مش هتبطلي الطريقه دي في شوي الفراخ. وطبعا غير الاوراك ممكن تستخدموا فرخه كامله، نص فرخه، صدور، براحتكم خالص. تاخد بقى الوراك الحلوه دي اهو، بصوا الورك من غير عظم ومفتوح كده، بيبقى لذيذ بقى لما بيتشوي، بيبقى سهل الاكل كده من غير ايه، لغواصه العظم اهو كده. زي ما اتفقنا يفضل نسيبها في التتبيله شويه محترمه، يعني ساعتين ثلاثة، أو تبقي عاملة الحركة دي وشايلاها في التلاجة من بالليل على الصبح إن شاء الله، تحطيها في الفرن، فرن بقى سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، تقريبا من 30 ل 40 دقيقة بالكتير، هتلاقيها اتشوت وتجنن، والصوص اللي هينزل منها ممكن بفرشة كده وترجعي تاني تدهني بيه الفراخ، وإحنا عاملين هناك هي خطيرة، مش قادرة أقول لكم خطيرة إزاي، لونها حلو، طعمها حلو، الفراخ نفسها اللحمة بتاعتها شربت بقى كل التتبيلة، تبقى شهية جدا ولذيذة قوي. إن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم.